نسيت اشتحى ريانا ولعبت تصور فيك؟ إلياس ضربني وزيد. وزيد شنو؟ عندك والله ما ذبي نشوفك اني مصدر في عرسك والرجال اللي في الصاله كل يتفرجوا في مرتك وهي فيك الحال. اش قالك المحامي كازي في الدي في دي؟ مانيش مش بعتي الدي في دي العاك باهي ديجا. زعما انا ما عرفتش تلهب بناتي، ما عملتش اللي عليها، ما عرفتش نقف عليهم. كل شيء كاين ناصر، انت حياتك الكل هي بينا انا ولولو. اسمع في يحكي في التليفون اللي بشام الغدسه اللي مات في سيدي بسعيد. قل لي اللي نحبه ولا ليه ما نحبوش. يا هو قال لي هو انجاجي مع واحده اخرى. ليه انجاجي لا شيء؟ طيش نتاع صور بكاها مشات على روح. تحب تاخذني ولا ايه؟ لا ليش تسافر؟ مشات هالبارح قتلها بتريح. الوحيده اللي مشرف فيها ريم. معناتها ما تطلع كان هي صورتها سيكو. استنى فيها عندي برشا. يوم ما جيتها ما كلتها التريحة. يا حبيبي ياس. عندي ما نحكي معك. بابا نيش في حالة عند واحد نجم يحكي بالكل. كان قال حكاية سيرين تنحلها واحد. لا ليش حكاية سيرين؟ حكاية أخرى. مش فاهمة بابا. شمع هك طلعت لي مجرم. أنا مجرم بابا؟ مجرم. شو هو الحكاية اللي تقول فيها هذه؟ شبيك يا أخي؟ النهارين اللي فاتوا نضحك بور سوفي لي زابارونس، أما من داخل قلبي دم. علاش بابا؟ علاش؟ علاش بابا علاش؟ دون حبك تحكي لي اللي صار بالضبط بالحرف. الحكاية نجات، خلينا نعرف كيفاش نخرجك من المشكلة اللي وحلت لي فيها وحلت المجرم في القلة. نعرف منها شيء الحكاية هذي. باهي على كيفك، أنا توا نهز يدي منها الحكاية هذي وأنت تصرف وحدك. بابا أخذ قول أنت شنو تعرف تنقلك. لا أنت تنطق وتقول لي كيفاش عملت وشنو اللي صار. النهار اللي سمعت بيك عرس تبريم طلعت لي كلبة بنت الكلب حبيت نعرف فيها عاملة. خلاوشت عليها في الدار ما لقيتهاش، سألت على الرسايق قد مشيت للدار خلات عليها الغازيكا يا اخي. اخي عرضتني يوم مهبولة تسيب عليا في الهبال متاعها يا اخي، دزيتها وطاحت في البيسين ماتت. ما عملتش بالعاني سيء اللي صار صار، ما عادش نجمو نرجعو بالتوالي. اما قولي انت كيفاش سمعت؟ جاني واحد باندي اسمه شكري بنفيسة عملي شونتاج. شكون؟ شكري بنفيسة تعرفو؟ اي نسمع بيه، عارف واحد من معارفي غبار هذا. معارفك غبارة؟ انت مش معارف معارف، مش نحكي شونتاج. جيب لي دي في دي تما كاميرا دو سيرفيونس في دار الجيران، صورت الجريمة كاملة. السيد طلب عليها مئات الملايين. اش معناتها لا؟ تحبش تعرس بيا؟ لا ما تحبنيش معناتها؟ انا ما نحبكش.
يزم تبهنيس مالك كيفاش نحبك اما ما نحبش نعرس بيك ما دخلش المخي الحكاية ماذا بيا دالي نعرس بيك بيان سيغ ماذا بيا نعرس بيك اما انت تعرفني تعرف حكايتي تعرفني منين جاي وتعرفني شنو عملت باش وصلت لهون حكايتك نعرفها و قبلها توا قبلها توا قبلها على خاطر مازلت مغروم جديد اما بعد كي تبرد والحكايه تتبدل نبرد لا تبرد انا حبي ليك ما يبرد شيء اما انت نعرفك وتولي تعايرني بالقديم الكل ابتسام الحكاية ذي ما نعملهاش أنا منيش من نوع متاع الرجال اللي بش عاير أنت ماكش من نوع متاع الرجال اللي بش عاير تكي نسمك تحكي على شهناز بركة نفهم المونتاليتي متاعك الكل دالي أنت تخمم اللي فما مرا للعرس ومرا للصحبة والزوز مش كيف كيف زاد معناها تنجم تموت على صاحبتك وما تاخذهاش وتنجم تعرس بمرتك وما تحبهاش بو هاك عملت لي اناليز بسيكولوجي كامله مش مدخل شهناز في الحكايه مش عندي ما قلت عليها انا شهناز مش عندك ما قلت عليها شهناز لا مراد خويا يا اخو مراه كيف ما كيكا جايبه صغير في الحرام عيب هذيك الحقيقه جينا هاشي هذيك الحقيقه في مخك انت بالنسبه ليك شهناز ما تنجمش تكون مرت خوك اي شنو الفرق ناسي انت اللي شهناز عملته هذاك كل خاطر تحبك والصغير ما جابتوش وحدها جبته معاها وكان باش تحكي لي على الحساب والعقاب يظهر لي ربي حاسب الراجل والمراه كيف كيف اما المجتمع يسامح الراجل اي وما يسامحش المراه اي انت في شهناز ما كومش كيف كيف باقي شد صحيح هي ما كومش كيف كيف انت وشهناز توا مانيش كيف كيف انا وشهناز خاطر مازلت نافح بيه اما تو يجي نهار ونوليو كيف كيف وانا نهار هذاك ما نحبوش يجي دالي نحب نعيش معاك اون فغي استواغ دامور بلاش مشاكل متاع عرس وبرامج ونهار اللي كل واحد منا يمشي على روحه ويقعد لنا سوفنير حلو يا خويا حبيش تفسد وتمصات وتولي حكايه بنال عرس وطلق شو تظهر لي مهدي العرس اللي مشيت له شهاني باش نعرسلكم ثلاثة فرد ليلة والله ضحكتي معنيش في الضحك يا مالا طلعة طلعة شنو معنى أنا ومراد ودري متصدرين مع بعضنا هي على ما شويتوني وكويتوني قاعدين لثلاثة عزاب لفيت على صديق وبينسير تختار لنا أنت إنسانة عاد تبديش تظلم فيا قلتلكش نختارهم لكم انا اما شنو لازم يعجبوني يبداو على كيفك تنسينهم شنو انت ما يعجبك شيء علاش ما يعجبني شيء هاي الطفله سليمه مثلا لو كنت تقول لي اخطب هالي غدوه نمشي معاك ليش غدوه توا نخرج معاك مش وقته يا امي متقلق ليميت شبيني كل ما نجبدلك على هالحكايه تقول لي متقلق وعندك مدة نشدك من خشمك تطلع روحك شاي شاي ليه ما تفهم مع الطفلة سليم اللي يقولك قد وزين وعين وطول وعائلة وسياسة هيا عايش ودي تفهم معها خلينا نمشي ونخطبوها هذيك كانت تولي كنتي لما نموت بالفرح فيس على ديتها كنتك على خاطر ياك انتي قررت صاي ايه قررت ايه هو انا ما عندي منقول في الحكايه انا فهمتك من عينيك راي نفهم كل شيء يا حلو تيجي كنت تغزر لها خاصك باش تنقز عليها تنقيس ايزي عدو مسنوات حشمت
هاي بي هاي تكلمها ميلا. هي شكون قال لك هي ساعة تحب تاخذني؟ بالك تقول تقول لي يا ودي ما تقولش لي. هي قالت اجي وخطبوني برك. شكون قال لك؟ هي انا قلت لك حكيت معها هنا قالت لي موافقه. شنو كلمتها؟ هي قوي قوي والله كيما نقول لك. اش باش نقول لك؟ يعني هي هي يا ربي هذا النهار نستنى فيه شبوس. يا ربي عيش لي ولدي يا ربي. عبير وجعني نطف عليك من الفجعه. اش تحب؟ نسبه العويزب. اي جابوس عمي هيا بارك الله عليه ربي يفضله لك. هيا اقعد عبير اقعد اقعد برا مش يقعد استنى يقدم بالبلاصه. اجي لهنا اقعد بعض امك. ليه ما نقعدش؟ ليش قعدتش؟ ايش اش تعملك النهار تحكي مع الحاكم؟ حد شيء نحكي كيكا وبرا. شنو حد شيء تحكي على الطقس؟ ما نتذكرش. شنو ما تذكرش؟ اي عادي صب الصبه ما كانش ما كانش نوم تضربني؟ أنا بسبب أنه ما نضربوش نساء نضربو كان الرجال كيف ما العويز وإلا نمشي شكوه منطر قول لهم اللي أنت مصاحبة الحاكم وأنت مكتار صاحبنا. عبير ما سمعتكش قلت لي حاجة؟ فهمتش حاجة كبيرة من الحكاية. يظهر لي عندهم سلعة باش تدخل البرد سيبو سعيد هلا يميت. كاو كاو تعرفش وقتاش بالضبط؟ ما بين اليوم وغدوة. باهي نست بيه. شبيك سادح؟ برش حكيت. احكي لي. مش نبدلك دليل مش ياخذ بنت الحارزة. شنو؟ لا حتى شيء. كيفاش حتى شيء؟ منين في بالك انت بحكاية الحارزة؟ ما هو صاحبته امها حارزة. وانت من عندك خبر؟ ولا لي مولا ما تغشش بيك يا اخي. شلبي حكيتهم لي حكايات هذوما قالت لي اللي صاحبته امها حارزة في الحمام اللي تغسل فيه هي هكا. ابتسامة؟ هاي ابتسامة. أو تعرفني زيت. أنا عندك خبر دليل كل. يا أخي شنو حكيتك شهناس؟ تي لي عاد مولاد ما قلت لك ما تفهمنيش بالغلط. شلبي حكيتهم لي الحكاية هذم وأنا دليل نحيتهم بالي كومبليتمون راه. وراسك يا مولاد ما خام كان فيك. حق. ما عندك شك. سعد. لا يا مالا نحيه نسيه كوفلت ما وشك من مخك ليه خط ما عنده وين يوصل. تعرفني غير عليك ما عندكش علاش باش تغيض عليه. اي احكي لي. تي دالي عنده برشا مشاكل تاع فلوس و كريدي البنك وبرشا مشاكل دارو مرهونه ويمكن بيعوا هيك. هذيك اللي بناها في النصر؟ هذيك هي. شيكات سون بروفيزيون هابط عليه. ليونيت هاربة. ربي معها حسير. وهو حكيهم لك الحكايات هذوما كلهم؟ ليه ليه؟ ما حكوش مع بعضنا برشا. أما عنده كونت في بنكتي. هو من نهار كامل مرجت. عاون خوك، عاون خوك. ضحك بعدين تخلينا مولا البنك. هو مولا الدار مش هون يا فواياجات وسهريات وحطايت وكل ما عنده حتى مشكلة كي عادة. والله صح علي ساعات اجيت في بلاصتو راني هبلت.
في بالك مالا تخطبوا المهد شيخ صاحبته هذيك اليوم كنت تحبهاش؟ لا لا خليت لوحدها كيما تحب هي قريب بالسيف مسكين ماك تعرفها كنت حط حاجة في مخها عاد هذيك اسمع زيفتي بس قالك فواياج دو نوس نعملو سفاري وين نمشيو؟ لوغندا شو مهزنا لوغندا؟ قلت هكا شتيت قلت نمشيو نشوفو الغوريلا باهي ياسر في فواياج دو نوس حسيت اني نتفرج في القرودة علاه قرودة غوريلا ها؟ تحب شنو؟ والله كان عملته قدي بخير لا بخموس تبعدني كمال تو مزيد كيف خسرت 50,000 عندي لك خبير وقف المخصر اش بيك خموس نعرفك حكايتك فارغة ثم سلعة داخل شكون دخلها؟ شكري بن نفيس قداش؟ ما نعرفش وقتاش؟ حتى وقتاش ما نعرفش وش قلت لك حكايتك فارغة؟ تو تشوف كيما بداش السوق الكل يحكي بيها ما عادش نسمى كامل لا من ناحية السوق الكل يحكي كيفاش حفرت قبر كبيرك كيفاش علقوك كيفاش وليت لباش قبور مانيش فاهم كيفاش سي عباس تو صبر عليك انا نعرف انتم ماخذين في خاطركم عندكم الحق انا جيت اليوم نطلب السماح انا حاش منكم انتم عائله طيبه مريت منكم كان الباهي ولدي غلط وسيب الهمجيه نتاعو هلا غرب اللي تشوفوه صالح نعملوه سلمين الشيء اللي صار على بنتي تنساخ في الكتب طفله ملايكه تمشي على وجه الارض تاكل تريحه وتتمرمد في ليله عرسها مسكينه سيرين هيك ملوحه كيف الشوليقه ما تنجمش حتى تهز روحها وتتحرك انا قاعد نشوف في بنتي تذوب كالشمعه قدامي الموضوع هذا تسكر بالنسبه لينا شو معناها تسكر الخديجه معناها الطفله قالت الف اعوذ بالله كان نرجع له لا عاد ما يجيش الحديث هذا لازمكم تريضوها وتهجعوها شنو هذا كيفاش باش نريضها الطفله عيشتها بكي دي اللي تعرسها المفروض تكون احلى ليله في حياتها تكل فيها تريح طيب احنا الموضوع هذا كنا نعرفوه الوجه تو هذه فضيحه بالنسبه للعباد الكل بالله يحط روحك في بلاصتي سي ناصر الولد مغيار وحروجي يشوف تصويرة مرته في الحمام وتدور في البورتابلوات ما حملش الا غالب حتى كان ما نفهموش نعذروه من عنده الحق سي الياس كانت تريحه لبنتي لا 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 خديجه ما نقصدش الكلام هذايا حبيت نقول اللي هو غلط وما كروش هز يده عليها حكايه بسيطه ما حملهاش الا غالب ما حملهاش يقوم يضربها شنو ذنبها هي اخي تحب الناس يتفرجوا فيها وهي في الحاله هذيك سامحني سي لمين انا راني ما عادش نتوق يعني متفهم الشيء هذا يا سي ناصر على غال اللي صار صار هذا راهو عرس مشروع حياه كامله نريضوهم نهجعوهم نحاولوا نهديوها هي جيش تويكا الطفله اللي تعرسها نطلقوها بالله يقول لي الخديجه ترضاش بنتك تطلق اللي تعرسها اش باش يقولوا الناس انا اللي يهمني راحت بنتي اللي باش تقول عليها هي هو اللي باش يصير قلت لها حاد ما كبروش الحكايه عاد ما احنا كبرناها سي لمين هي كبيره وكبيره ياسر باهي ينصغروها ينلموها الولد نادم كلها صوابعه من الدم ما عندكش عليها يمين يا سي ناصر الولد مريض عليها بالفرش والمخده كمل جاء اخوها دقدقوا بتريحه كسرت جوز ضلوع ينشنقوه اش تويك انا راني جيت نحاول نصلحه ونريضوا الجو
من جايتك عزيزة سي لمين، واحنا كيما اليوم كيما قدوة، حتى لو كانوا في المكتوب. لا 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 لا، من فضلك كما دائما نحبش نسمو، والمكتوب مازال ما فيش حلوش يتويك. من أول مشكلة نفضوها كي جاتك هي الحكاية، راهو تقول عبد الكل ما حتى حد ما هو معرس. يصار على بنتي ما صار على حتى امرأة في الدنيا. مش كل شيء تحكيه سي لمين، الغالب عليها وبر. شنو هو الشيء اللي ما تحكيهش على خديجة؟ برسل سيليس ولدك تو هو يحكي لك. لا على كل حال انا نحبكم تريضوا الجو وتعاونوني، المهم يرجعوا لبعضهم. كل شيء في تيرين، انا ما نجمش نتكلم، نحكي معاهم بعد نقول لك. وانت شفيك ماتش في صحنك؟ خليني بلي كنت محضومني تعرف شو الراس تاعي فقدوني. اسمع اليوم سير فلا بيني. علاش؟ حكيت لعرس تعملي ضحكت علينا العباد وقدرنا طاح وضايح، عملي امراه هيزي من المشاكل ما تزيدش على ما بيا شيء ما حبش تسكت. وانش بيك مازلت في تونس اخي؟ مش في بالي بيك مسافرة وسيرينا. ياك تشوف باللي هاي بطلت المشي وسيرينا غضبانة في دار. شبيها زاد؟ بين نقول لك انا من غير دروس نتاعك ماني نعرفك انت. اش عملت لها احكي؟ تديت العرس عطيتها بزيد شويه وكملت السيكونس خرجتني من عقلي، وقت اللي روحنا الدار عطيتها تريحة. تريحة؟ تو نورمال انت؟ نعرف انا غلط وتو ناكل فيهم صويبع يسامو. انا بصحتها كل مسبوع راهي هذيك عبرتي اللي تكعبير على قاعده صحيحه. انا مسبوع ريم هي اللي صورتها علينا في الحمام. من الحكايات ومن الخنار ومن الروايق هي نورمال، خليها الفازة متاعها بترجع لها ثاني يوم ثالث. أمي محضرت لها برنامج باش يفتقها من بعضها. شنو هالبرنامج اللي باش يفتقها من بعضها؟ تشوف كل حاجة دي في وقتها. أما كريم ما تلقيش بابا من هنا الشهر الجاي أنا ما سماش ليس عبد الحق. مرحبا بيك زارتنا البركة. يعيشك وبيك. جيبوا القهوة؟ نو ميرسي. تستحقني في حاجة؟ والله ملي ريتك في قصر سعيد ونحب نقابلك كل مرة نوخر على خطر الأمور باش نحكي فيها شخصية شوية، خفتك لا تتغشش ولا ما تاخذيش بخاطري. علاش باش نتغشش؟ كان نجم نعاونك في حاجة على الرأس والعين. يعيشك. شوف دليل، انت راجل شباب. يعيشك. تقوليش ما تعرفش هذا عاد؟ والله يا مش تحبني نقول لك مدام. انا متحقة اللي انت تعرف اللي تجم تعمل في النساء كبار وصغار. هذي الكلام بتاعك انت مدام. شوف سي محمد علي، كنت توعني تختم روحك بالكتاب. باهي وكيفاش باش نتاوعك وكيفاش باش نخدم روحي؟ شنو هتالي تحب نقول لك هوني بيرة لتو ما فهمتش؟ كان توعني تاخذ اللي تحب. سامحني مدام، ما تبارك الله راك قد الوالدة نتاعي ونحترمك برشا، اما اللي قاعدة تقول لي فيه راه مش معقول. بالحق انا قد امك أما مني شمك، واللي خممت فيه معقول أما أنا ما عينيش بيه، وراك فهمتني بالغلط. بهي أنا مش كنت فسر لي شنو المطلوب مني أنا بالضبط خير؟ المرأة اللي كليتك بعينيها في قصر السعيد حبك تصحبها. سمحني راني ما عادش نتبع فيك بكذا. أنا مرأة ريم المقصوفة مرت راجلي القديم. ايش تحبني نعمل لها؟ نحبك تولي صاحبها. وعليش تحبني نولي صاحبها؟ وشنو مربوحك انت من الحكاية؟ نحب نهز البروفة لك البهلول الراجلي اللي مرته تخون فيه. انت تجيب لي البروفة هذه وانا نعطيك مرشيات جروب عبد الحق الكل. ونجمو نبداو بزوز وطلة اللي بشي تبني، واحد في زرزيس والاخر في توزر. وانا نعرف اللي امورك المده هذه
واقفة شوية. نور اجا وصل المدام شراب. بيه على كل حال خليلك مكارت فيزيت. كيف بدلت فكرتك؟ سلام. دالي جيكولو. يا ولدي يبقى تستناني كل مرة فات في الدب واضمن لك. أنا نحب نجي معك. يا أخي المال باش عشيرك. تعرف اللي البوليسية في البرد يبدأوا يتحسبوا بالمتر المربع؟ بالله لا وحاليك، اسمعني أنا جاي معك معناها جاي معك. إيه، حتى أنا كلعبت معاك المرة فاتت الرولات ريس، عرفتك بقلايبك. بالله لا تذكرني فيها كليلة الكلب. أين عدوه المرة هذه بالحق؟ يا أخي أنت كيف جاتك فكرة تدخيل السلع مع الجور؟ تعرف يا منتا كي كنت في الطليان نبداش متعدي في وسط 50,000 رقبة كان أنا يطلبوني في أوراقي نبدأ مروح في الديوانة نبداش مروح بداية فارغة يفركسوني من صباح ساقي حتى الراسي توريست يبدأ مدخل زوز ثلاثة فليجات يسيبوه يتعدى وهني يفركسوني بعد أنا قلت اللي يسرق يغلب اللي حاحي وليت خدمت معايا زوز طليان هذوما يدخلوا على اساس هما توريست وانا نخبي لهم السلعه وين يسكن الشيطان. لو كان كملوا يخدموا معايا الطليانه وصحابها باش نقول لهم يعملوا صغير هكاك اضمن قدام الديوان. تحكي بجدك؟ صاحبي بفلوسك عندك كبوسك. اي اما انت قلت لي الضربه هذه الاخر. هي أي صاحبي قوم هكذا صغطة سرى مستناه قوم الراجل مدخل كيلوات البلاد يصول ويجول مع البلوش لا عمره لا تجبد لا في بحث لا في تحقيق نتبعوا فيه ليل ونهار شكون ما نجمنا نشدوا عليه حتى بروف ثم سلعه جديده باش يدخلها البرد سيدي بوسعيد السلام المعلومات اللي عندي تفيد اللي شكري بنفيسه ولا يلعب في الكبير ناوي يدخل كميه كبيره بتاع كوكايين المره هذه شكري بنفيسه يزم تشد متلبس قص الراس تنشف العروق البابور اللي يدخل السلعه مازلنا ما طلعناهوش املي متاكدين منه اللي باش يدخل البرد سيدي بوسعيد وقت اللي نطلعوه نعملوا رواحنا ما في بالناش منحب حتى حد يفطن اللي البرد مسربس الناس كل دنيا تخلعه مع البلناش ونقعدوا نستناه كان يبعث حد اخر في بلاصته يهز السلع ميدور به حد نخلوه يهز السلع ونتبعوه اما نتصورش لي فريزون كيف نهادي بنفيس يبعث لها حد اخر صاحبنا عنده ضمير مهني هاي احسن لم الاولاد ويجاوني البيرو حاضر سي خالد We'll be right back.
تراسي جو. من وقت تكيف انت؟ تهيت برسمك سيجار ورني على الأعصاب. ترون شعر عاد. أنا قلبي مقيلي خير المرة هذا. خايف مش ولا. هذه الضربة الأخرى. من بعد نعرس بمريم ونجيب سكانتر ونشد ببوشتي. ربي يستر. يا اخي شبيهم التولة جاو. عاوننا بسكيتك يا منتج.